قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولا ما دي قاعدين يكوركوا، قالوا أحذفوا المنهج قال بتاع التوحيد، دارين يحذفوه. قال من المقرر، ما عارفه بتاع سنة كم، ثالثة ولا كم، ثالثة ثانوي، قول حذفت يعني التوحيد وقف؟ يعني في الأنبياء كتلوم التوحيد وقف؟ أنبياء من بدري، نبي الله زكريا قتل، يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام قتل، نبيين كريمين كتلوهم قومهم. ربنا قال وكأي من نبي قاتل، وفي قراءة وكأي من نبي قتل، فهمت؟ كتار من الأنبياء قتلوا في سبيل الدعوة للتوحيد. هل دعوة التوحيد وقفت؟ وقفت يعني ما بتقف. وكونوا الناس ما يعني زول ممتحن ثالثة ما لقاه في المقرر، ما لقاه في المقرر بلقاه في أي محلة ثانية، لأنه دعوة الله دي ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، يعني جمع لي، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ما زوي لي منها. يعني ربنا جمع الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم شاف مشارقها ومغاربها، وقال الملك بتاع الأمة المحمدية حيبلغ هذه المشارق والمغارب التي جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه. ولذلك كون تمرقة ده ما بوقفها. وقال دي السبب في التكفير، قال السبب في التكفير، قال قال تقسيم التوحيد سبب لتكفير المسلمين. طيب قول مرقنا مقرر الصفحات بتاعت التوحيد دي، مرقنا من المقرر مرة واحدة، هل انت بعقائدك القاعدة جوا كتبك، العقائد القاعدة جوا كتبك دي بتكفر ولا ما بتكفر؟ هنا الصفحة، صفحة 197، الصفحة 197 من هذا الكتاب، من كرامات ومكاشفات الشيخ. قال ومنها ما حكاه لي بعض أولاده، قال نزل عند الوالد بعض ضيوف فأمرني أن أذبح لهم كبشا. الشيخ جو مجموعة من الضيوف، قال عليك الله أذبح لهم حاجة. قال فاجتهدت في تحصيله فلم يتيسر، قدر ما حاولت أشوف لي خروف ما لقيت لي خروف. قال فلما أخبرته بذلك أمرني أن أغلق عليه باب خلوته وأن أجلس بالقرب منه، قال لي أقفل علي باب الخلوة وخليك قريب. قال فما كان قليل إلا وأمرني بفتح الباب، ففتحته فإذا بكبش عظيم وهو واقف وتحته مثلث الإمام الغزالي رضي الله عنه. يعني ده عمل شنو؟ دخل خروف جوا الديوان، فهمت؟ وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، شيخك ذا سماني، سمانية كلهم، ربنا قال لن يخلقوا ذبابا، مش خروف، ضبان ما بيخلقوه، ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، أي لا يستخرجوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. عرفته؟ فديل الجماعة ديل بيدعوا إنه غير ربنا سبحانه وتعالى بيخلق، وربنا سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، أي أن الخلق والأمر هو لله سبحانه وتعالى وحده، لا يشاركه في ذلك أحد من الخلق. عرفته؟ فإنت رأيك شنو في الكلام ده؟ يل أنت بتزعم إنه مقرر التوحيد كان سبب في إنه خروج جماعة جبهة النصرة وداعش وغيره وغيره، أنت رأيك شنو في الكلام ده؟ هل اللي بيقول الكلام ده مسلم؟ ده اللي بيقوله مسلم، ده اللي بيقوله ما عنده أي علاقة بالأديان السماوية، خليك من يكون مسلم، الأديان السماوية دين واحد ما عنده به علاقة، فهمت؟ ده كافر تب برا الإسلام وبرا كل الأديان ذاته، خليك من الإسلام. ده بيقول غير الله بيخلق، ده مسلم ده، والإسلام ده كيف ذاته؟ واحد كافر دارين يدخلوه معانا، واحد شيوعي دارين يدخلوه معانا، واحد بيقول غير الله بيخلق دارين يدخلوه معانا في الإسلام. انتوا قالين الإسلام ده شنو؟ في ناس قالين الإسلام ده بس انت
تلم الناس ده الإسلام، ده ما الإسلام. طيب قال من كراماته أن من دفن بينه بين الشيخ وبين ولي الله تعالى سيدي عبد المحمود أبي شيبة أنه لا يعذب ولو استحق العذاب. قال أنت لو دفنوك بين الشيخ عبد المحمود أو أحمد الطيب أو غيره من أولياء السمانية وبين الشيخ محمود أبو شيبة، قال أنت ما بتعذب ولو لم تكن من أهل الطاعات. قال وفي رواية قال عن الرجل الصالح الحاج أحمد بن محمد السنهوري رحمه الله تعالى من عقبة قري بفتح القاف مع تشديد الراء وكسرها بلد معروف إلى كرري، وفي رواية إلى بلاد الجموعية إكراما له من عند الله من عند ربه تعالى. يعني لو دفنوك من أحمد الطيب لغاية عقبة قري دي كلها منطقة ممنوعة من العذاب، ربنا سبحانه وتعالى ما بيعذبك. أها رأيك شنو في الكلام ده؟ ده إسلام يا صوفي يا خنجر يا ياقوت يا عثمان الكباشي اللي بيغرز في الكتب دي، فهمت؟ تبع الكباشي ولا غيره من العطالة الموجودين الآن؟ عرفت؟ كلام ذاته يحيرك ويضحك المجنون ذاته. صفحة 171 انت ذاته كلام ما ممكن يصدق عقل. طيب انتوا الشيوعيين ليه ما بتتكلموا في الموضوع ده؟ الشيوعيين وغيره من العطالة ما تتكلموا في الموضوع ده ذاته؟ طيب قال ومنها قال أنه لم يخرج روح من جسد أحد إلا وهو يعرض عليه، يعرض على الشيخ ويخبره باسم صاحبه وأبيه ونسبه حتى بعد هذا يذهب إلى ما أراده له الله تعالى شقاء كان أو سعادة. الأرواح كلها لما ملك الموت يقبضها أول حاجة بيعرضها على السمانية، أول حاجة تبعد ذاك يشوفوا الحاصل شنو. قال ومنها أن تلميذه الشيخ عبد الرحمن الفادني لما أدخله الخلوة بصلاة الاسم الرحمن، الخلوة عند الصوفية تقلع ملابسك كلها تبقى أحمر ما عليك ولا خيط، قالوا دي الخلوة كده، ويدخلوك يقفلوا عليك المكان ويدوك اسم من أسمائهم البدعية أو الشركية واحد منها، وتذكر الله بهذا الاسم المبتدع أو الاسم الشركي لغاية ما تجيك الشياطين، فهمت؟ وبعد ذاك تديك أسماء بتاعت استغاثات شركية عشان تناديها وتشرك بالله سبحانه وتعالى، فهمت؟ بعد ذاك بيقولوا أنت بقيت ولي. قال لما خش الخلوة حصل شنو؟ قال وقف روحه بين يدي الله تعالى، وقف روحه بين يدي الله تعالى وتأدب وخشع وخضع، ثم قال إلهي ما جزاء من أحب عبدك سيدي أحمد الطيب؟ قال جزاؤه أن لا أحرقه بناري ولو كان بالمشرق أو المغرب. تحب أحمد الطيب البشير، فهمت؟ وكلام كثير جدا، فهمت؟ كلام كله كلام فارغ ساكت. ها الصفحة برضو 171. قال منها أن تلميذه الشيخ محمد ولد الحاج النور لما ذهب بثيابه إلى البحر ليغسلها، سيدي مفروض يسطروها كرامة، زول مشي يغسل ملابسه دي كرامة يا ناس؟ يعني لو زول عنده اللي اسمه شنو الغسيل الجديد ده اسمه شنو، فهمت؟ يعني لو زول عنده غسالة جديدة مفروض ده يبقى من كبار أولياء الله عند الصوفية. المهم قال لما ذهب بثيابه إلى البحر ليغسلها وقال له الموج، الموج بيتكلم مع الشيخ. طبعا انت ذاتك بتتحير يا ناس الحاصل شنو، يجي الملحد يقول لك ده ما دين، ده ما دين، لكن كونك تبقى ملحد برضو ده ما مخرج لك. قال وقال له الموت هات لي تلك الثياب ليغسلها. الموت قال للشيخ جيب لي هدومك اغسلها لك. انا ما اعرف الزول اللي بيكتب الكتاب ده ما اعرفه الحاصل عليه شنو، لو قلنا بتاع بنجو ولا بتاع الناس يكوركو. خليك انت شارب شنو دي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام ده كيف؟ طيب أكبر من كده قال قد غضب عند ذلك غضبا شديدا. زول الموج قال لك أسي أنت لو الموج قال لك جيب لي ملابسك أغسلها مش ريحت، قام الشيخ زعل قال، وبعد ما زعل عمل شنو عشان تعرف الخيابة والشرك. قال غضب غضبا شديدا وشكى الموج للشيخ، قال لي أبويا الشيخ الموجة دي قالت لي جيب هدومك، والله ما شكاو أنا، قال له شنو؟ طيب قال في مقالي هذا، فقال الشيخ ده أحمد الطيب للموج تا
تأدب مع هذا الرجل فإنه من رجال الإسم الكبير الأعظم. عليك الله الناس ديل بيلفوا في شنو ذاته ورونا، انتوا بتلفوا شنو ولا بتبلعوا شنو ذاته ورونا يا ناس. أسي الكلام ده زول مجنون بيصدقوا إنه زول ودى هدومه للبحر والبحر قال لي جيب غسيلة ليك والشاكل مع البحر، ده مجنون بس. مش في المثل بيقول لك الزول ده بشاكل ضله، ده اللي بيشاكله مع الموج ذاته صوفي ده. فده ما دين نهاية أصو، ما ممكن تقنعني الشغل بتاع الصوفية ده شغل بتاع دين. وده كتاب، ده كتاب الطريقة البرهانية، فهمت؟ عنده مجموعة بتاعت أوراد، ودي الصورة بتاعت الشيخ محمد عثمان عبد البرهان، دي الصورة بتاعته، ودي الصورة بتاعت ولده إبراهيم ابن إبراهيم ولا ابن مين كده الدسوقي، ابن محمد عثمان عبد البرهان، فهمت؟ وعندهم أسماء ذات عجيبة، لمسا لمسا، لموسا لموسا، همسا همسا، هموزا هموزا، قالوا ده من الذكر، فهمت؟ قاعد هنا قال ده ورد حزب النصر المبارك، حزب النصر. طيب قال تقول حاميم 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 حاميم، وتقول حمى الأمر وجاء النصر. حمى الأمر كيف يعني؟ طيب وجاء النصر فعلينا لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، حمايتنا مما نخاف، اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلواء، اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل، ياهو ياهو ياهو، ده منو ده ذاته ومنو ذاته، مرة ديل يقول لك ياهو ومرة الجبهة جيم لكرشة يقول لك هي لله، وديل منو ذاتهم ذاتهم ديل منو هي وهو منهم، فهمت؟ وكلام كثير جدا، كلام من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فديل يا أخواننا ما ممكن يكونوا ديل ما ممكن يكونوا ممثلين للإسلام وممثلين للدين.